اليوم في إطار أولا تقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمة العمومية بالدرجة الأولى، أشرفنا على وضع حيز الخدمة عدة وكالات تجارية. هذه الوكالات رايحة تقدم خدمة في مستوى للمواطنين، بالإضافة إلى أن وضعنا حيز الخدمة كذلك من أجل تسويق كهرباء في ذات نوعية. إن العاصمة يعني كان استفاد بمشروع أكثر من 35 محول يعني بميزانية أكثر من 45 مليار دينار أجل تحسين نوعية الخدمة، يعني وضع العاصمة في منأى يعني من القطاعات وتحسين تدريجي لتزويد الطاقة الكهربائية، وكذلك في المدينة الجديدة سيدي عبد الله قمنا كذلك بتفقد مشاريع يعني المنجزة في هذه المقاطعة بحوالي 62 مليار دينار. هو سيفري يعني راه عبء يعني على خزينة المؤسسة، ولكن استثمارات ما توقفتش. كنت شاهدتم اليوم مشروع دشناه بأكثر من مليار دينار، يعني 100 مليار سنتيم. المشاريع الاستثمارية والدولة تواصلوا ترافق مجمع سون الغاز باش يجسد على أرض الواقع وينجز يعني البرامج تاع تطوير الشبكات وتحسينها.